ترى هل حنخرج معدننا ونبين احنا مصنوعين من ايه فعلا، ولا حنسمح للكلام السلبي والظروف السلبيه اللي بتحصل حوالينا انه هي تخلينا نتوه عن حقيقه انفسنا؟ ولنجلو هذا الطين عن انفسنا وعن من ورائنا حنحتاج to be real leaders، ان نكون قاده. هل توافقوني انه الناس بتستقيل من افراد وليس من شركات؟ People quit people not companies. المقياس الحقيقي للقيادة هو التأثير، لا شيء أكثر ولا شيء أقل. ونمو تأثيرك هو نمو لقيادتك، كيف تكون مؤثر. في البعض يكون أسد بس يبدأ يتدلع، أنا أسد وأنا قائد بس ما بشوف الموضوع ده. وريني، ما في جين دي ان اي مورث للقيادة. إذا أنت تحريتها ومارستها بشكل مستمر هتبدأ تكون قائد. القيادة شأن الجميع وليست فقط لمن يتقلد المناصب. لكل حرفة أدواتها، وأداة القائد ذات موضوع القيادة وما هي صفات القائد. عشان أكون قائد لازم أعطي رؤية للناس، أنت اللي بتصنع هذا الفريق من العدم. قال: قلت أن يقام علي حد التعزير وأن أوضع على ظهر الحمار ويدور به منادي في البلاد ويصرخ كذاب دجال من يتعامل معه ويسجن. قال: خذوه ليعلم أن الله على كل شيء قدير. خذوه ليعلم أن الله على كل شيء قدير. الحياة ما هي سهلة، فيها كفاح وفيها صراع. الديسيبلين شجع القلوب. I have a dream. ما طلع قال له أنا عندي خطة، قال له أنا عندي حلم. افعل ما تقول أنك ستفعل. الحقيقة الدكتور رشاد قدم محاضرة أكثر من رائعة، ملهمة. أنا شايف التيم عندنا الحقيقة مبسوط جدا من هذه المحاضرة. كان أسلوبه جدا حلو مع الموظفين، إنهم قدرهم يتواصلوا، قدروا يفهموا الشيء اللي هو بيقوله، وقدروا يربطوا لحياتهم العملية وحياتهم اليومية. أفكار جديدة كيف تتحدى الحياة، تتحدى المشاكل. برنامج كان هايل، شايف إنه حيكون إضافة للناس في الفترة الجاية، هيشجعهم. وبفضل البرنامج اللي حصل النهاردة أكيد هيدي قوة للناس عشان يستمروا بالمجهود اللي بيسووه، عشان يقدروا يعطوا للشركة دفع في الفترة الجاية إن شاء الله.